بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميعادنا النهاردة إن شاء الله مع مكان جميل جدا اسمه النزل الجبلي، مدينة سانت كاترين. زي ما حضراتكم شايفين كده مكان رائع، عبارة عن 4 شاليهات متقسمة حوالي 20 شاليه كده، كل 4 مع بعض. في بارتيشن في النص حجر من طبيعة المنطقة، وهو وسط جبال. من اليسار جبل الصناع، ومن الأمام جبل الصفصفة، وفي النص جبل التجلي. جبل الصفصفة ده وراه جبل سيدنا موسى، وجبل القعقاع ده جبل سكن الدير اللي على يساره دوت. زي ما حضراتكم شايفين المكان فيه لاندسكيب رائع، عبارة عن أشجار ولاندسكيب وخرسانة ملونة وسط الجبال. منطقة هادية جدا للتجه وسط الجبال، كلها منطقة سلاسل الجبال، ومكان جميل جدا بمدينة سانت كاترين جمهورية مصر العربية. زي ما حضراتكم شايفين ده جبل التجلي في النص اللي تجلى الله عليه سبحانه وتعالى، جبل التجلي. وعلى يساره اللي خلف الجبل ده جبل سيدنا موسى اللي بيطلعوا السياح من شتى بقاع الأرض. كان مع حضراتكم المهندس الاستشاري شوقي العفيفي.